بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. اولا انا احب اشكركم على التفاعل مع الفيس بتاعي، لان انا لقيت انبوكس مسجات كتير قوي قوي قوي، وبجد كنت مبسوطة جدا منها. يعني انا طبعا محترمة رغبة اللي حابين ان هم يرسلوا انبوكس، احسن ما هم ما يكلموني او يحط لي كومنتس في اليوتيوب نفسه. انا مش مشكله معايا، المهم عندي ان احنا بنوصل لبعض وبنعرف نتفهم ونتواصل ونعرف احنا محتاجين ايه. النهارده هشتغل سبحه رمضان، بناء على في حوالي 6 اشخاص طلبوا مني السبحه كلها على بعضها بتتعمل ازاي، وفي تقريبا يعني حوالي 4 او 5 برضو طلبوا مني الشرشوبه تحديدا. فانا هشتغل لكم السبحه النهارده كلها على بعضها. السبحه بحد ذاتها بالنسبه للناس اللي طلبتها ما فيهاش اي مشاكل يا جماعه، على فكره السبحه سهله جدا في حد ذاتها. المشكله اللي بتواجهنا بتبقى في الشرشوبه، وما فيش مشكله، اللي بيواجهنا الذوق بتاع الشرشوبه. ايه الفن اللي انت هتعمليه في الشرشوبه، او اللي انت هتعمليه في الشرشوبه يخليه شكله لطيف، شكلها جديد، شكلها حلو، شكلها مميز. هي دي كل المشكلة اللي بتواجهنا في الشرشوبة. لكن عامة السبحة ما فيش فيها أي مشاكل، دي بتتشغل بالخيط بتاع الصياد دوت، خيط الشعر بتاع الصياد. لو الخيط رفيع بنشتغل دبل، بيبقى طبقتين دبل، ولو الخيط تخين بشتغلها طبقة واحدة بس. أنا بفضل الخيط رفيع، لأن الخيط التخين بيكون ناشف شوية وبيدي السبحة بتبقى واقفة، يعني بتحس انها ناشفه كاني شغلها بسلك. زي مثلا السبح بتاعت البيت اللي هي بتتعلق على الحيطه، انا بشتغل السبحه اللي بتتعلق على الحيطه بالسلك المتجلفن. انتوا عارفين دلوقتي خلاص المتجلفن من المتنكل، بشتغلها بالسلك المتجلفن او بسلك النحاس الرفيع نص ملي اللي هو زي ده، النحاس الرفيع نص ملي اللي هو زي ده اهو، بشتغل بيه السبحه بتاعت البيت اللي بتتعلق على الحيطه. بمشيئه الله هنشتغل السبحه بتاعتنا، هيبقى لونها بينك، كريستالا بينك اهيت، وهنعمل لها الشرشوبه بقى احنا ايه ونصيبنا. انا مجهزه كذا حاجه للشرشوبه، يعني مجهزه دي مثلا، مجهزه دي، مجهزه دي، ومجهزه اللي هينزل من سلاسل الشرشوبه، الله لفظ الجلاله اللي احنا تعرفنا عليه قبل كده في الفيديو بتاع التعريف بالخامات، ومجهزه الهلال دوت اللي هو لونه نحاسي. هتقولوا لي ازاي هدخل فضي مع نحاسي؟ هقول لكم عادي، دي لعبه سهله وبسيطه وبتبقى لطيفه وبتدي نتيجه لطيفه جدا جدا جدا. وبعدين اللي مستغرب ان انت هتدخل شغل فضي مع شغل نحاسي، يعني ما في عندك شغل كتير جدا في السوق فضي مع نحاسي، في اطقم ذهب متطعمه، سلاسل متطعمه فضي مع نحاسي. انا لابسه كوليه ذهب ابيض، في ذهب اصفر، في ذهب احمر، وبرده اهي الدبله بتاعتي بومبي فيها ذهبي وفضي. فكرة انك تدخل الوان مع بعضيها، انا شخصيا بعشق الموضوع ده، بعشق فكرة تدخيل النحاسي الاحمر او النحاسي الاصفر مع الفضي. انا بحب اللعب ده قوي قوي قوي، بحس انه بيدي شياكة وتميز للشغل، ودي اذواق عامة. يعني اللي حابب يعمل كده حابب، دي سبحتي بتاعتي انا حرة فيها. وطبعا عندي السلسلة دي، حابة ان انا اوريها لكم من قريب. السلسلة دي يا جماعة انتوا هتشوفوا لونها نحاسي احمر في الوان تانية مدية على نحاسي اصفر. السلسلة دي اصلا كانت ذهبي. طيب ازاي انا غيرت لون السلسلة دي وخليته بالشكل ده، خليته الشكل النحاسي المأكسد بالطريقة الغريبة دي؟ ما استعملتش اي كيميكلز، انا استعملت حاجة بسيطة جدا جدا جدا، هو نوع من انواع التفاعلات الكيميائية يعني، بس مش مواد بقى، حطيت بقى ليكويدز بقى وجبت بقى احماض وجبت بقى بيزكس بقى حاجات مواد قاعديه، يعني ما احتجتش معمل بمعنى اصح. انا كل اللي عملته ان انا مسكتها قومتها كده حطيتها على عين البوتاجاز بالشكل ده وولعت عليها النار، بس سبتها حوالي 5 دقائق. بعد كده رحت ماسكاها بالبنز بتاعي، مسكتها بالبنز بتاعي طبعا عشان ما تحرقش، وطبعا مسكتها ببنزين لان زي ما انتم شايفين هي سلسله طويله قوي، مسكتها ببنزين ورحت بكل بساطه طبق فيه ميه وحطيتها فيه، عملت الالوان دي. انا حولتها من سلسله ذهبي لونها باظ وبقت لا تصلح لاي استعمال لسلسله نحاسي مأكسده وفيها تدريجات الوان وشكلها وهمي.
ايه رأيكم نبتدي بقى الحلقة بتاعتنا وتتابعوني ونشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبتدي نشتغل. اول حاجة بعملها اني بحدد طول الخيط بتاع السبحة المطلوب ان انا اعملها. هحدد الطول ده ازاي؟ بمسك الكريستالة او الحجرة او ايا كان اللي انا هشتغل بيه سبحتي، وهحط 11 واحدة جنب بعض. ليه 11 واحدة؟ طبعا انا مبدئيا عارفة ان السبحة 33 حباية. 11.11.11 تمام؟ باجي بحط 11 واحدة منهم، بروح جاية للخيط الشعر بتاعي، باخد ما يوازي طول ال 11 كريستالية دولت. انا اسفة طبعا الخيط شفاف، مش عارفة بصراحة احل المشكلة دي ازاي، لكن انا هشرح بالتفصيل فان شاء الله هتبقوا فاهمين انا قصدي ايه. هاخد طول يوازي ال 11 واحدة، حتني كمان مرة، يبقى انا كده عملت طول يوازي 22 حباية. حتني مرة تالتة، ابقى انا كده عملت طول يوازي 33 حباية. طيب هل انا عاملة حسابي في الزيادة بتاعت التربطات اللي هربطها على المسمار عشان اشتغل منه الشرشوبة؟ لا، اروح جاية واخدة مسافة بتاعت حوالي 10 سنتي بالكتير قوي، وافرد الشعر اللي انا عملته ده كله واروح عاملاه دبل، اخليه مزدوج، واقصه واروح لضماه في الابرة بتاعتي. انا واحدة من الناس بفضل اشتغل بابرة، وانا مجهزة اوريدي الخيط اهوت مجهزاه ومزدوج من هنا اهو مقفول زي ما انتم شايفين. انا محتاجة اثبت الجزئية المزدوجة ديت من قبل ما ابتدي اشتغل. اثبتها ازاي او اثبتها في ايه؟ بما اني انا عايزة اعمل شغل مدخلة فيه الوان، نحاس احمر في نحاس اصفر في اوكسدي في فضي في كده، يعني هروح جايبة سلك نحاس 1 ملي. انا جايبة السلك الاصفر، انا عندي سلك اصفر وعندي سلك احمر، بس انا هستعمل السلك الاصفر، هستعمل السلك بتاع لون الهلال، وهستعمل السلسلة المأكسدة المحمرة. هجيب بنز التانية بتاعي، حتمي واحد، تانية اهي واحد، اثنين، تلاتة، تمام. بظبط الجزء الزيادة اللي عندي دوت، عملت كده هعدل المسمار، عدلت المسمار بتاعي كده، انا عملت مسمار نحاس، قصيت المسمار اهوت، قصيت المسمار النحاس اللي انا عملته. هاجي من الطرف التاني هروح تانية برضو وهعدل المسمار بتاعي، بس انا كده عندي زي ما انتم شايفين في حتة لسه في المسمار طويلة. هروح عاملة ايه بقى؟ هروح جاية ازود دي كده سنة، وراجع من التانية برضو ازودها سنة. هجيب البنز التاني، البنز التانية التاني، واشتغل بالاتنين مع بعض زي ما انتوا شايفين. عمل لي هذا المنظر النمبر 8 بالانجلش، تمام. أأكد على الاستقامة بتاعته، احطه هنا في البنز بتاعي واروح دايسة بس خلاص كده، تمام. هروح جاية ماسكة الخيط الشعر ده من هنا، هدخله في الفتحة، هيبقى عندي متشعلقة في فتحة واحدة. طبعا انا ليه عملته بقى 3 مرات؟ علشان ما يعديش منه الخيط الشعر دوت، غير طبعا متانة شغل، يعني دي سبحة ممسوكة في الايد فانا محتاجة متانة شغل. هاجي الجزء ده كده، شايفين الخيط اهوت في ايدي معمول ازاي، هروح مدخلة الابرة في النص كده عشان اقفل الشعر ده زي ما انتوا شايفين كده، يتقفل على ديت، وابقى انا كده مسكته من اول حتة. هنبتدي بقى نشتغل. انا حابة ان انا احط فواصل فيها، فهحط 1 فاصل من هنا، 1 بس كفاية، وهجيب الجزئية اللي هحبس بيها اللي حني فيها، يعني هيخش فيها الطرفين بتوع السبحة.
احطها كده الحجره دي. انا حابه ان انا استعمل بينك مش شفاف، مش حابه ان انا كل شغل السبحه يكون شفاف، كريستالات كله شفافه، فبحب ان انا اغير. هبتدي بقى ايه، هحط هنا 3 فواصل مش فاصل واحد. ليه؟ علشان اعمل ارتفاع، انا محتاجه اعمل ارتفاع عشان لما يجوا يضموا الطرفين بتوع السبحه مع بعضيهم دولت، الكريستاله دي مش رفيعه، فلما يضم الطرفين على بعض مش هيبقى شكلهم لطيف من ورا الحجره دي، فمحتاجه ان انا اعمل مسافه شويه. هشتغل بقى الاسلوب بتاعي ان انا هشتغل حجره وبعديها كريستاله قصدي، وبعديها فاصل كريستاله وبعديها فاصل لحد ما اخلص ال 11 واحده. هخلص ال 11 واحده هوصل للجزء بتاع الفاصل اللي في النص اللي بين ال 11 الاولانيين وال 11 التانيين، وبعد كده في فاصل ما بين ال 11 التانيين وال 11 الاخاره. هعمل ايه في الفاصل دوت؟ انا مختاره له برده ورده صغننه لطيفه جدا هوريها لكم. الورده دي لو اخذنا بالنا ليها قمه اهيت، الفتحه بتاعتها في منتصف القمه ومن الناحيه الثانيه طالعه من بين البتلتين. هاخد بالي بقى من حاجه مهمه قوي لما بشتغل الفاصل دوت في السبحه بتاعتي. الورده بتبقى كده وبتبقى كده، ادي قمه وادي قمه. ال 11 اللي في النص، ال 11 واحده اللي في النص، لو انا بدياهم عند الطرف الاولاني بقمه لازم انهيهم بقمه. لو الطرف الاولاني مبتدي عنده قاع الورده يبقى لازم انهي الطرف الثاني بقاع الورده. ال 11 في النص من الاخر، الطرف الاولاني والطرف الثاني بتوعه قمه قمه، وبين البتلتين بين البتلتين، تمام؟ عشان يبقى الشغل فيه سيمترية. انا هكمل ولما اوصل للفاصل دوت هوريكم انا قصدي ايه. الفاصل اهوت عملته، الوردة اهي، القمة هي اللي هنا، يبقى انا القاع هيبقى عند ال 11 اللي في النص، يبقى ال 11 اللي في النص لما هنهيهم هحط قاع الوردة التانية، تمام؟ فهمنا الفكرة؟ هكمل وتابعوني. انا كده خلاص خلصت 33 حبايه. هاجي بقى هنا اهو هعمل اخر واحده، هحط 3 فواصل فضي فوقيها وهاجي هنا هروح مدخله الابره من الفاصل من الكوره البينك ديت ومن الفاصل اللي فوقيها. فهمتوا انا كان قصدي ايه لما قلت لكم هيبقوا نايمين على بعض وهيبقوا مش شكلهم مش لطيف، تمام؟ بحكم السبحه بتاعتي شويه زياده اهيت. لو عايزه اسيب فراغ للتسبيح بحيث ان انا استعملها اسيب فراغ شويه. باجي بعد كده اهوت بقى ببتدي اقفل. بقفل ازاي؟ بلف حوالين المسمار، ببتدي الف خيط الشعر بتاعي حوالين المسمار. انا اوريدي في طرف عندي مقفول حوالين المسمار، بقفل كده وبروح جايه بين الخيط كده واروح مطلعاه كده، فبعمل عقده، تمام؟ وبعمل كده تاني ونفس وبعمل عقده تانيه، تمام؟ برجع بالخيط بدخل في الفاصل وبدخل في الكوره اهو. في خطوه هنا بس هو للاسف مش متوفر عندي، بس الخطوه دي هتعمل لكم شغل جبار. في خدعة لطيفة قوي 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 تخلي الشعر دوت يمسك يعني الكسر لكن ما يتفكش، تمام؟ بمعنى ان هو يبقى قوي جدا لازم اكسره لكن ما ينفعش ان انا افكه. بعمل ايه؟ عارفين الامير طبعا او سوبر جلو اللي هو الانبوبة الشفافة دي، بروح جايباها ونقطة صغيرة قوي بروح حطها هنا، بتخلي الشعر يلحم في بعضه لحمه وهميه. بكمل الخيط الشعر بدخله، بحاول ان انا بقدر الامكان ما اقصقصش منه كتير. برجع دي تاني في الكريستالات بتاعتي، تمام؟ وباجي في مكان ما هنا هو ببقى سايباه له براح، بروح لفه الخيط كده الشعر وبروح مدخله الابره فيه من النص من هنا تاني، بحيث ان انا برضو اعمل له عقده على خط السير نفسه بتاعه، وبعقده عقده كمان تانيه، بعمله كده وعقده كده
عايزه احط له برضو هنا هو حته امير، بس اخد بالي كويس قوي 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 لو حطيت نقطه امير هنا اني ما اجيش ولا على الفاصل ده ولا على الكريستاله، مش عاوزاهم يلحموا فيه. خلاص كده بكمل، بدخل بقيه الخيط الشعر في سبحه، بكمل اهوت، بطلع ابرتي، بفضل اكمل. انا ما بحبش اقص الخيط، بحب اسيبه يبقى جوه السبحه كده. تمام، بكمل وبكمل، بقص بقى هنا حد او حاجه، وحاجه هنا هشد كده شويه، هشد خيط الشعر سيبنا صغيره واروح قص اهو. سبحتي اهي، السبحه بتاعتي بقت جاهزه. بص الوردتين دولت بعد اذنكم معايا، تركزوا شويه. لو لاحظتوا قمه هنا قمه هنا، قاع هنا وقاع هنا، بقى في سيمتريه في شكل السبحه بتاعتي. تعالوا بقى نعمل الشرشوبه. عايزه اعمل شرشوبه لذيذه ولطيفه ومتميزه. احط السبحه كده قدامي وابتدي بقى اشوف ايه اللي هيبقى حلو معاها. لو انا حطيت ده كده ونزلت منها بقى شويه السلاسل اللي هنزلها بلفظ الجلاله بالهلال بالكلام ده، تبقى حلوه ولا مش حلوه؟ طيب، طب لو انا حطيت دي حلوه ولا مش حلوه؟ دي حلوه ماشي، بس دي شكلها منتقد، انا مش حباها، انا شخصيا مش حباها. طيب نحط دي حلوه ولا مش حلوه؟ لا مش لطيفه. نحط دي، ايه رايكم، لطيفه ولا مش لطيفه؟ برضو انا مش حباها، انا اكتر حاجه حباها دي. هجيب سلك نحاس، هجيب النحاس الاحمر 1 مللي، هتنيه، هعمله مسمار، احكمه طبعا تماما من هنا، وهقصه من الناحية التانية، وهاجي هشتغل من الطرف التاني بتاعه ومركباه في المسمار هنا، واروح قافلة تماما كده، مظبطة القفلة بتاعتي، واحكمها اهيت. تمام، مفيش اي مشاكل لحد كده. ابتدي اشتغل في الشرشوبه بتاعتي. انا حابه احط الشرشوبه طولها ايه، هحط مثلا دي طولها كده، عايزه اركب معاها فضي، تمام. لفظ الجلال هحطه فين؟ هحطه في النحاسي، هعكس الالوان هحطه في النحاسي، الهلال هحطه في سلسله بيضاء. خلوا بالكم من اطوال السلاسل يا جماعه، وانتوا بتقيسوا خلوا بالكم انتوا بتقيسوا ازاي، علشان ما تقعدوش تحتاسوا بعد كده في فكره ان كنتوا تقعدوا تقصروا كل شويه، لا ده انا هنا المفروض ازود حلقه، لا ده المفروض انقص حلقه. وهاجي من الناحيه دي الناحيه الثالثه، هحط مثلا كوره من دولت، هحط مثلا دي مثلا كده، بس دي كده هتغطي لي على الهلال، فانا ممكن اخليها تبقى من فوق من هنا، لا ما دام من فوق من هنا يبقى خليني في الكوره دي الطف. يبقى انا الكوره عايزاها تبقى على بعد هنا كده، الاربع سلسلات دولت هتاخد اربع سلسلات بالظبط الكوره، ولفظ الجلاله هاخده على البعد ده، والهلال هاخده على البعد ده. انا هشيل الكوره هركب لها مسمار بس الاول عشان اقدر احسب حسبتي صح بعد كده بالنسبه للكوره، تبقى الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للكوره. هركب مسمار للكوره، طبعا مسمار محتاجه له راس مقفوله، تمام. هركب، انا قلت على بعد اربع بقيت 1 2 3، وهركب في الرابعه
مش هركب في الخمسة، هركب في الرابعة. وهقفل. تمام؟ يبقى انا هقص من هنا. لفظ الجلالة هيبقى مكانه فين؟ لفظ الجلالة طبعا هيتعلق بزردة. هجيب له زردة رفيعة. ممكن اجيب له زردية ذهبي. بس انا ابقى مدخلة التلاتة مع بعض. الفضي في الذهبي في الاوكسدي. وهركب لفظ الجلالة من منين؟ البعد ده انا عايزاها في البعد ده. يبقى انا هاجي على البعد ده اهو. هروح مركبة الزردة بتاعتي. واركب لفظ الجلالة بتاعي. انا كده مدخلة الوان تلاتة مع بعض. مدخلة الاوكسدي. مدخلة النحاسي الاصفر اللي هو لونه ذهبي، ومدخله الفضي. تمام، بقفلها كويس وبقص الزياده اللي مش عايزاها. برضو هحط لفظ الجلاله هنا علشان اشوف الهلال بعده المفروض يكون قد ايه عشان ما يغطيش على لفظ الجلاله وهي الشرشوبه في ايدي. على فكره ممكن اعمل الشرشوبه اطول من كده براحتكم خالص. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، المفروض ان هو هيكون مكان السادسه. فانا هركب في الحلقه الرابعه. ليه؟ لان في عندي زرده هتاخد مكان الحلقه الخامسه. تمام؟ هنا بقى انا هعكس، هركب بزردايه فضي صغيره. هفتحها. انا قلت واحد اتنين تلاته اربعه في الحلقه الرابعه. واحد اتنين تلاتة الحلقة الرابعة. وهروح حتى فيها الهلال. تمام؟ ما افتكرش ان في اي مشاكل لحد كده. طبعا يا جماعة فاكرين كويس جدا الزرادات زي ما قلنا مليون مرة. تويستنج، بفتح الزرادات تويستنج. مش بفتحهم كده، بفتحهم تويستنج. حركة تانية. بشيل بقطع الجزء اللي انا مش عايزاه من السلسلة، بقص السلسلة خلاص. تمام، باجي بقى بجيب زرادية ذهب، بحط دي، بحط الله، بحط الهلال، شايفين الشرشوبة اهي. بس اتضح عندي ايه؟ ان الكورة مدلدلة قوي على الهلال. يبقى بروح جاية عاملة كده، واروح عاملاها كده. ايه رايكم كده؟ كده بقت تمام، حلوه، مش مدلدله على الهلال، مش مغطيه. طب اجرب لو انا ما علقتهاش من الزرده دي، من الحلقه بتاعتها دي قصدي، وعلقتها من الحلقه التاليه ليها على طول، هل هتبقى وحشه ولا هتبقى حلوه؟ لطيفه برضو. خلاص، يبقى انا استقريت على شرشوبتي كده. اركبها. الزرده الذهب دي ضعيفه، فهروح مركبه زرده كمان. اركب زرده ثانيه ذهبي، لان دي مش هتتحمل معايا. قبل ما اركب الزرده الذهبي اقص الحته الزياده عندي في السلسله اللي ملهاش لازمه. الحلقه الزياده دي خلاص انا مش محتاجاها، اللي طلعت معايا بالغلط انا مش محتاجاها. طبعا الحلقه ديت مش هتاثر معايا قوي في السلسله، وتخليني اقول بقى يا نهار ابيض ده انا هدرت ده انا عملت حاجات فظيعه، يعني مش هي دي اللي هتقتلنا، يعني خلوا بالكم. تمام، هي كده. ندخل في أول حلقة، الحلقة الأولانية، الحلقة الثانية اللي فيها لفظ الجلالة هي الحلقة الثالثة اللي فيها الهلال، ونعدي الزرداية من الزردة الثانية، عايزة أعديها منها، هي عديتها منها خلاص عشان تديني متانة أكتر، وأروح مقفلة الزردة الثانية. كده انا قفلت الزرادتين، معديهم جوه بعض، يبقى في عندي متانه في الزرادات، مقفلين، وبقت عندي السبحه بتاعتي بشرشوبه صغيره. حابه ازود اضيف، انا ما فيش عندي مشكله. اوقات انا بعملها بخمس سلاسل، اوقات بجيب كريستالات صغننه وازودها هنا، انت بقى ورؤيتك للشرشوبه بتاعتك شكلها ايه؟ في ناس تحب الشرشوبه تبقى تكتفي بيها صغننه كده، تقول لك عشان ما تلبخنيش،
قليلة يعني، فيها يا دوبك 3 حاجات، وفي ناس تحب انها تحط كتير. ده بالنسبة لي يبقى حسب الطلب يعني. انا لما حد بيطلبها ان هو عاوز الشرشوبة مليانة قوي وفيها حاجات كتير، بزود كريستالات، بحط كريستالات صغننة قوي كده، هو تبقى نازلة منها زي الرش، فبتدي منظر حلو قوي كده. السبحة بتاعتنا خلصت اهيت، سهلة قوي قوي قوي. شرشوبة بسيطة جدا جدا، ما فيش فيها اي حاجة، عبارة عن 3 سلسلات مدخلة انا فيهم نحاسي، نحاس احمر مع اللي هي في السلسله، ومدخله نحاس اصفر اللي هو الهلال، والمسمار اللي جوه الكريستاله، والمسمار اللي ماسك خيط الشعر، ومدخله فيها الفضي اللي هو لفظ الجلاله، حاجات كده. زي ما قلت لكم انتوا ممكن الشرشوبه تزودوا فيها زي ما انتوا عاوزين، بس انا شخصيا بكتفي بيها كده رقيقه، لان انا مش عايزاه تكون اكتر من كده. دي عشان صلاه التراويح، فانا مش حابه يكون في لفخه، يكون في كلام، تكون في حاجه ملفته للنظر، مش حابه انا كده، فتبقى حاجة بسيطة. أتمنى إن الحلقة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. إحنا كده خلصنا السبحة بتاعتنا. مش عايزاكم تنسوني في اللايك والسبسكرايب والشير، اشتراك القناة، وزي ما قلت لكم قبل كده القناة بتاعتنا بتكبر بيكم مش بتكبر من غيركم. أنا بحبكم قوي، ومش عايزة أكون بكرر وبعيد في الكلام تاني، بس بجد أنا كل فيديو بعمله ببقى مبسوطة جدا إن أنا قاعدة معاكم، وإن أنا ببقى حاسة إن أنا قاعدة معاكم. كل حلقة بعملها ببقى حاسة إن أنا مبسوطة قوي إن أنا موجودة معاكم، وإنكم ترجعتوني تاني لحاجة أنا بحبها. وميرسي جدا جدا ليكم، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية. وأنا هصور حلقة تانية دلوقتي، بس ههتم إن أنا أنزل سبحة رمضان الأول، وبعد كده أبقى أهتم بحلقة الكلي. أنا هعمل كلي بني، الأحجار بتاعته شكلها حلو جدا. خليها مفاجأة في الفيديو الجاي. لايك سبسكرايب وشير، وأنا مبسوطة بيكم قوي قوي قوي، بحبكم بجد. أشوفكم الحلقة الجاية.